الفضاء ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستضيف هذه السنة المفكرين وباحثين وكتاب بالقارة الإفريقية بالأساس وعبر العالم وبالمنطقة العربية، مفكرين كتبوا وبحثوا وفكروا في نقول ما نسميه أدب المآسي ديال، وهذه المآسي مرتبطة بما نريد أن نقتسمه في هذا الفضاء ديال الذكرى العشرينية لهيئة الإنصاف والمصالحة. إذن الذكرى ليست لدراسة العمل هيئة الإنصاف والمصالحة فقط، ولكن لمعرفتي ولاقتسام هذه التجربة أولا مع الشباب، وكما ترون الفضاء على آخره ممتلئ، ولكن كذلك أطفال الجهات الاثنى عشر بالمملكة قدموا مسرحيات وقدموا موسيقى وقدموا أغاني أولا من إنتاجهم من إخراجهم لهذا الفضاء، وأظن بأنه فضاء مميز بتجربتنا دائما بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن بهذا الأساس أن تجربتنا في المصالحة المغربية بهويتها المتعددة الروافد.